رغم لجوئها من منطقة حرب وحصار، تفضل جنى أن تشارك في فعالية الرسام الموهوب التي أقيمت في عفرين بلوحة للطبيعة والأشجار، مستوحية من البيئة التي تقيم فيها أركان لوحتها. هي رسمت طبيعة لأني بحب الطبيعة، لأن أنا ما بحب الحرب، عشان هيك رسمت طبيعة. رسمت شجر ورسمت نهر وشلال وجبال والسماء وغيوم. إيليندا لم يحالفها الحظ بالمشاركة، لكنها حضرت المعرض واختارت صورة لفتاة شقراء وعطتها صوتها لاختيار أفضل اللوحات. جيت مشان بشوف الصور، أنا وأختي وأمي. شفت صور كتيرة. أنو صورة عجبتك أكتر شيء؟ الصورة هونيك. شو هي الصورة؟ ليش عجبتك؟ فيها غزالة وبنت وشجرة وعصفور. بمشاركة 300 طالب وطالبة من مدارس منطقة جويق ومعراتة وقيبار في ريف عفرين، أقيمت مسابقة الرسام الموهوب بهدف تنمية مواهب الأطفال وتحفيز قدراتهم. الفعالية هي كفكرة مؤسسة شباب التغيير فريق المرأة قطاع حلب. شاركوا الأطفال عددهم تقريبا 300 طفل برسوماتهم. هدفنا كان تنمية المواهب لهالأطفال وإخراجهم من جو اللي هن فيه بهالأيام. الاختيار للتصويت رح يكون مثلا أي شخص بيعجبه اسم الطالب، موجود طبعا على الرسمة اسم الطالب وعمره وأي صف. عجبنا مثلا عجب أي شخص الاسم الطالب، في تصويت هون في صندوق للتصويت، نختار بالأخير فائز واحد بيتكرم بين كل هالثلاث مدارس. رغم ما يحمله العديد من الأطفال المشاركين بالمعرض من ذكريات عن الحرب والحصار، إلا أن أغلب رسوماتهم تميزت بالتفاؤل والأمل، وهو ما يراه القائمون تعافي نسبي من آثار الحرب. هذه تلفزيون سوريا، مدينة عفرين، ريف حلب الشمالي.